على شبهة واحدة جاب الراجل ده، وطبعا كل مرة بيستعين بقوات صديقة. مرة جاب جنا البندق قبل شوية ده، ومرة قام جاب له حامد داك بتعرفوه، حامد داك اتطفق تمام، اتطفق محل ما مشى. قامت مناظرة معاه وتنجم، واحنا في ناس كلمونا قالوا لما في جماعة عوام ساي هناك في حلفة دلك وروا نظام تاني، داك احنا عم نشتغلوا وروا شغل كمان براو. المهم فجاب شبهة واحدة وما عنده موضوع غيرها، الباقي ده كله ردينا عليه. قال انتوا بتقولوا لا يجوز التوسل بالمخلوق، ما بيجوز التوسل بالمخلوق، والمخلوق كويس لا يجوز التوسل بالمخلوق، وبتقولوا يجوز التوسل بالعمل الصالح. يعني انت تقول يا ربي اسالك بصلاتي واسالك بصيامي او اسالك بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده صحيح بجوز التوسل بالعمل الصالح. وقال دي لسه شبهه بتاعته، انا ما جيت للجواب كويس، وانا ما جاوبت لسه، اكون بليد كيف؟ انا ما جا ده كلامك انت، اذا بليد انت لان انا بحكي في كلامك لسه انا ما انتهيت. طيب قال ده كلامه برضو انه العمل الصالح بتاعك ده مخلوق برضو، لأنه ربنا يقول والله خلقكم وما تعملون، إذا عملك مخلوق وإنت مخلوق إذا بيجوز التوسل بالمخلوق، ده كلامه. فأنا أقول له في الجواب لأنه ما فاهم حاجة، الجواب إنه ده من نوع التوسل اللي أجازه ربنا سبحانه وتعالى وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت سميته توسل بمخلوق او بغير مخلوق ده من اللي ربنا شرعه لنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، لو انت بتعرف حاجة عن القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال في دعاء المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت، ده عمل صالح ولا لا؟ واتبعنا الرسول، ده عمل صالح ولا لا؟ فاكتبنا مع الشاهدين، أي بإيماننا وباتباعنا للرسول اكتبنا مع الشاهدين، ده التوسل بالعمل الصالح. طيب اللي ما بيجوز شنو؟ مش اللي ما بيجوز التوسل بالعمل الصالح، اللي ما بيجوز التوسل بالمخلوق في ذاته، انتبه، اللي ما بيجوز هو التوسل بالمخلوق في ذاته. ما في مخلوق انت بتتوسل به، لكن كون العمل الصالح بيجوز التوسل به، نعم بيجوز. اها هناك التوسل بالدعاء، مش هو عنده برضه التوسل بالدعاء بجوز؟ كويس، ونحن ذات عندنا بجوز. كيف بالدعاء؟ تقول لزول ادعو لي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاعرابي قال له يا رسول الله هلكت العيال وجف الضرع الى اخر الحديث، استسقي لنا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه نزل المطر، ده توسل بالدعاء، دعاء الرجل الصالح، وده بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز. طيب ده ذاته مخلوق ولا ما مخلوق؟ ده ذاته مخلوق، ده ذاته مخلوق. فإذا هي القضية مش ده توسل بمخلوق أو بغير مخلوق، لا، القضية إنه هل المخلوق يجوز يتوسل به في ذاته؟ نقول لا. أما العمل الصالح ده اللي شرعه لنا ربنا، وده اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عمله وعمله الناس من بعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بدعاء ويس القرني، ما في مشكلة تتوسل بدعاء وما في مشكلة، تتوسل بعملك الصالح انت ما في مشكلة، لكن خلي بالك حتى العمل الصالح ما بتتوسل بعمل صالح بتاع زول تاني، لا، عملك انت، انت بعملك كويس. فاذا كونه بقى ده مخلوق، نقول لك ده من نوع التوسل بالمخلوق اللي شرعه ربنا، ده كل الجواب. لكن ده والله ايش انا فهم النقطة دي، ايش انا فهمه ليها 4 سنة ما بيفهمها، ما المخ مليان بحياة، المخ مليان بحياة وحبات وداري بيع وداري لقط، ده ما النوع اللي بيفهم،
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أزول اللي ربنا جعل الهداية ربنا بيفتح قلبه للفهم، أما زول المطمص ربنا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح شنو صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ما بيفهم. شكده ديلاك قالوا شنو؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ما بيفهموا. شكده ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في القرآن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ربنا قال ما بيعقلوا ما بيعقلوا. ربنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما بيفهم ولا بيعقل. كويس يا أخي ربنا قال لك إلا دعاء ونداء زي الغنماية بتفهم دعاء ونداء تقول لا تك بتفهم تك دي بس إنها تمشي ها تقول لا بتجي بتفهم ديل بس يلقني ولا ما غد تفهم الاثنين ديل عرفتها. عشان كده في ناس اصلا ما مهيئين يفهموا التوحيد ولا قلوب مهيئه تعقل التوحيد. ولذلك الناس اللي فطرتهم سليمه والناس اللي بيفهموا كلام ربنا سبحانه وتعالى ترى ده اللي بيعقلوا التوحيد. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه والسلام عليكم.